القوه ديالنا في عمليه ديال 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 تلقيه الجسم، فتستعملوا البصل والماء. فحكيت لكم 90% الناس اللي استعملوا الماء والبصل اللي عندهم فشل كلوي او مهددين بالفشل الكلوي بداو تيحسوا ان الكلوي تترتاح، بداو تيبولوا وبدات يتنقى الجسم ديالهم، فبدا تترتاح الكلوي. عمليه التنقيه اللي ما استطاعش ياخذ البصل، بحال طبيب اخصائي طبيب عيط لي من المملكه السعوديه، فعطيته البصل والعسل. الاسبوع الاول بدا يرتاح وعنده لاباري ديال تصفيه الكلى، شي تقنيه جديده جدا، بدا يرتاح في الاسبوع الاول. عباد الله، بصل وعسل اللي ما عندوش السكري، او ماء وبصل وحبوب لقاح اللي عنده السكري، لقينا على ان هذه العمليه هذه اساسيه تنقيه. ملي تنقي الدوره الدمويه، الدم اللي تيجي للكلاوي تيجي تلقى الكلاوي عيانين، تيكون نقيناه فتنخففوا على الكلوه العمل ديالها وهي غالبا ما مستعداش تشتغل. ثانيا تنقول اجي نشوفوا كيف انها نريحوها واحد، نقيوها جوج ونبنيوها ثلاثه. اذا هنا فين تنشتغلوا بنفس المواد اللي هي بصل وعسل. علاش ما تستعملوش الماء؟ لان ما مستعداش انها تصفي. وبصل وعسل ديوريتيك تيبول، بصل وعسل تنقي القنوات الدمويه من لي ترومبوز، من اللصق، من الكوليستيروم لاسيدوليك، او حتى من العيئات تاع القنوات، وتقوي القنوات. اذا حقين على انه نفس الماده تريح وتنقي وتبني. عباد الله اش بغينا؟ وتقولك على انه بحال جات عندي وحده غادي تزرع الكلى، غادي تعطيك الوتاه لولدها، ولدها عنده شي 16 سنه. عباد الله صراحه انا تنتشوك تنتلصق في بلاصتي ملي تنسمع هذا النوع من الحالات. ما نجحاتش، لا عطات لك الوتاه وما نجحتش عمليه الزرع. دابا حنا تنضطروا على انه نخدموا مع بحال بدينا هاد يومين هذه، وحنا دابا تنشتغلوا. حنا مستعد، حنا كلهم الناس اللي بداوا معنا اللي كانوا مهدد بالفشل الكلوي او زرع الكلى، انه لقينا على بعد ثلاث اسابيع بعد اسلوب بداوا يرتاحوا. اذا هي راحت العضو المريض باش نريحوا تنقيوا الدوره الدمويه، حيت هو الدور ديالو هو تنقيه الدوره الدمويه بخصوص مسائل معينه. ثانيا هو انه تنقيتها راحت تنقيه بصل وعسل بالنسبه اللي ما عندوش السكري، هذه قاعده اساسيه. ثم قدره على البناء، بصل وعسل من مرحله اوليه تنقيو القنوات وتنقويوها وتنعاونوها. ولقينا على انه مي تنضيفوا حبوب اللقاح مع عسل مع الغذاء او بلا غذاء مالكات، لقينا بعد ثلاث اشهر الحمد لله عمليه البناء. فقاعده هما هادو من خلالهم تنجيبوا المواد. في حال تبان اللي عنده مشكل البصل اللي ما يقدش عنده المعده هي تنديروا المعدنوس بنفس الكميه اللي درنا البصل. ولقينا على انه دابا حاليا من الشهادات هذه المتميزه، والناس ولاو تعتني وتضربوا المسمار باش ينقطوا لو روبير، باش يثبتوا لو روبير، باش يبينوا العلامه والاماره اللي باش في الطريق ديالهم يكون الاحسن ما يرام. تياخذوا المعدنوس ثلاثه معلقات كبار مطحونين، جوج معلقات ديال العسل، تيخلطوهم تياكلوهم كل ثلاث ساعات. الناس اللي كان عندهم فقر الدم، باي باي فقر الدم، خصوصا الناس عندهم فشل كلوي، باي باي فقر الدم. بمعنى الا اشتغلنا بهذا الاسلوب، ليس فقط تنقيو الدوره الدمويه، ليس فقط تنريحوا الكلاوي، ليس فقط تنقيهم، ليس فقط تنبنيهم، حتى اننا تنخرجوا من ذاك الفقر الدم اللي تكلف مليون و200 الف فرنك ممكن كل شهر، او 2000 درهم حتى 4000 درهم ممكن كل شهر. بمعنى تنخففوا على المريض والمعاناه تاع العائله، زيد عليها ثلاثه الحصص ب 750 درهم كل سيمانه، يعني تتعلو الشهر بثلاثه ديال المليون وما زال تيقرا، او خرج من القرا، او خرج من العمل، او عنده معاناه. وشكون اللي يقدر يصبر؟ المحتاج يحتاج. عباد الله، كان عنده الاملاك وباع مسكين، واخا لذا حنا جينا باش نخففوا ونقربوا ونبينوا. يا الله يسمعوا لنا المسؤولين حتى نخففوا على الناس اللي تيعانيوا هذه المعاناه. طيب غادي ناخذ اول سؤال، اول متصل هو عبد العزيز او سميه، هي الاولى سميه من خنيفره. السلام عليكم سميه. عليكم السلام اختي امينه، بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، تفضلي. بغيت نسقسي استاذتك، كنت انا ديجا عندي واحد حاجه في الكلوه درت عليها عمليه وما نجحتش، وقد يلف في الحجره وتركب لي ميكروب، ما بغاش يتحيد لي هذاك الميكروب، عييت مع الدوايا واش ما ممكنش شي. اولا عطيتكم الاخت البرنامج هو بصل وعسل، عطيته في الولايات المتحده للطالب عنده 27 سنه، وقع له تعفن
وسبب له فشل كلوي تيصفي ثلاثة مرات في الأسبوع بفضيلة تبع البصل والعسل. إذا 50 غرام بصل، خمسة معلقات كبار وثلاثة معلقات عسل، يكون أفضل عسل السدر. لما كانش خذوا عسل زكوم أو يكون شي عسل يكون حر مزيان، ولكن السدر عطى نتائج أفضل. وتناخذهم كل ثلاث ساعات بعد ما تيرقدوا نص ساعه في البلاصه، تناكلوا كل شيء وعاد تنوجدوا الجديد وتناكلوا في الوقت ديال البصله ما تتصبرش. فمن بعد ثلاث اسابيع بدا تيبول والتعفن مشى، والغريب هو انه جسمه بدا يرتاح راحه طيبه، ولكن عمل فيه متابعه الطبيب، مراقبه طبيه، تحاليل ايكوغرافيا، غادي نعاودوا نشوفوا التحاليل ديال الميكروب. اذا ماشي غير تاكل البصل والعسل تمشي تنعس، حيت حنا ما قابلينوش، لان الكلاوي ممكن نطيحوا في فشل كلوي ما نشعروا، شام واحد همل وطاح في المشكل، فما نطيحوش في المشكل. غير تشوفوا كاين فقر الدم والطونسيون طالعه، هذه علامه اساسيه. دابا غير تنشوف فقر الدم حاد والطونسيون طالعه تنقول هذا شي حاجه ما كاينه، شي حاجه ماشي مشكله في الكلاوي. اذا حضيو، وهذه علامه اوليه. لذا انا فقر الدم تيخلعني اكثر من السرطان، فتنخاف منه بزاف لانه تيخبع مشاكل. بحال دابا جانا 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 امراض ديال سميتو، امراض سرطانات ديال الدم، واحد 7 ولا 8 حالات جاتني حاليا في ملي كنت في وجده. تنقول يا ربي شاد المصائب هذه. اذا فضروري ضروري ضروري انه تكون عندنا المراقبه الحثيثه والتحاليل المطلوبه، ونستافدوا من التقنيه العاليه تاع العلم اللي حضر ما شاء الله، اليات وتقنيات وتحاليل وفحوص، نستافدوا منها ونقيدوا ونجمعوا التحاليل ما نلحوهمش ولا التقارير الاطباء، حتى جسمنا نحافظوا على حسن المتابعه. نعم، ناخذ عبد العزيز من الناظور. عبد العزيز السلام عليكم. السلام عليكم اختي امينه. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. الله يجزيكم الله يبارك فيك، شكرا سي عبد العزيز، الله يجزيه بخير. مرحبا. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. تسال علي عندي الوالده كتشوف كنت طرحت سؤال، دابا عندها الماء ما تتخرجش وما تقدرش ما كتنوضش ما بقاتش تنوض كاع. عاود لي من الاول، العمر شحال ديال الوالده؟ ما عندها الدياليز. اها. وا غادي دابا نقول لك شي 8 سنوات يمكن. شحال في عمرها؟ تكون عندها هذيك 50ات الفوق، شي 54 ولا. ما شاء الله الله يحفظها. كدير دياليز وعندها مشكل في الماء ما تيخرج. كدير دياليز ما تخرجش الماء اختي امينه، وبعد دابا بركت مسكينه ما تقدرش تنوض مع ضعف بزاف. شحال من حصه تدير في الاسبوع؟ جوج حصات في الاسبوع. ولاش ما عطاهاش الحصه الثالثه الطبيب؟ علاش؟ ما عطاهاش السي دكتور، ما عرفت. الوغ شوف غتعطيني، ما عندهاش السكري؟ لا السكري ما عندهاش. شحال الطونسيون تيطلع؟ الطونسيون عندها ما عرفتش السي الوغ شوف غادي تعطيني عصير البصل 5 معلقات كبار، وتزيد لهم العسل 3 معلقات كبار ديال السدره، وغادي تخليه نص ساعه وتاكل الوجبه الاولى ضروري مع السبعه الصباح، الوجبه الثانيه مع العشره. توجد ديما البصله وعسل جديد، غير يرقد نص ساعه تاكلو. اذا السبعه العشره الوحده 5 د العشيه السبعه و 9 د ونص الليل، وزيد الزيتون على الريق. غادي تايترو زيت العود تلوح فيه 100 غرام ديال الثوم، وتبدا من غدا الصباح تبدا تشربو 3 د المعلقات، وتاكل الحوت اللي بالشوك الابيض الطاجين، وتحيد ليا كل المواد الحيوانيه، وخل هذا الاسبوع تبع هكذا، وما نكرش الاسبوع الجاي تهبط عندي الوجده المقر المركز تما، وتبدا تاخذ بعد الله ساعات النهار اللي ما ديرش الدياليز. مزيان، انا ان شاء الله نقدر من دابا نحكي لك على انه بين ثلاث اسابيع وخمس اسابيع الوالده غتبدا ترتاح. علاش؟ الطونسيون غادي تبدا تقاد، الكلاوي غيبداو يتقاو ويرتاحوا، ثانيا الدوره الدمويه تنقيوها قبل ما توصل للكلاوي غنبدا نحسوا، والبصل والعسل تيبول، اذا تيخوي الماء ديوريتيك، اذا غادي يبدا خوي داك الماء اللي كاين تما. ونتمنى ان شاء الله تعالى من بعد بين ثلاث اسابيع وخمس اسابيع تبدا تبول تخف كرشها، ولكن عندنا خدمه ديال سنه كامله. اذا الملف ديالك لابد نشوفه، وان شاء الله نتبعه باذن الله. الى كان الاستعجال شوفوا الوقت وسط الاسبوع دوزوا عندي ان شاء الله تعالى، ولكن تنفضل هذا الاسبوع ديروا بصل وعسل ما تجي عنديش، وحاول انك تبع بشويه ما يكون الا خير ان شاء الله ما يكون باس عند الوالده عبد العزيز. نمشيو لبني ملال ناخذوا سي احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. اشكرك دكتور، لاباس عليك اسيدي. مرحبا. دكتور كنت كنسالك على جوج الحوايجات الله يجازيك بخير. الحاجه الاولى هو الحصى ديال الكلي، دابا عندي شي حجره سكنيه عندي ولكن صغار. ياك اش غندير لهم؟ والسؤال الثاني شحال العمر؟ شحال العمر؟ العمر ديالي 30 سنه. ما عندكش فقر الدم، سكري، طونسيون؟ لا ما عندي لا فقر الدم الحمد لله، لا سكري لا طونسيون لا والو. تفضل.
الامر الثاني هو المرجع اللي كنت تكلمت عليه. اذا حنا عندنا في المنطقه ان الزيتون كيتنتج واحد الحمد لله بكميات كبيره بزاف، وهذا المرجع باش ما تكون ملوث للبيئه. اذا كان شي طريقه كيفاش نحولوا لشي حاجه تكون من الاقليم تاع المنطقه ما كرهتش. كاين 400 مليون طن مزيان المنطقه، ملايين ديال الاطنان كتلاح عليه في هذيك المجاري ديال المياه ملوثه للبيئه. دابا حنا مثلا في المنطقه خدينا معركه باش غير الموقع اللي هو ذوك الحفار اللي يمكن يتجول فيهم. هو لا انا نعطيك الوصفه ديال الكلاوي باش تقدر تجري وتجمع ذاك المرجان ان شاء الله وتفرقوا. اولا غادي خصكم ديروا جمعيه ضروريه وتاخذوا دي ديبو، تاخذوا دي ديبو فين تجمعوا هذا المرجان وتبداو تفرقوه بطريقه نقيه. حنا راه تنشتغلوا دابا على الات لتخفيف المرجان من داك كميه الماء، حيت كاين طن ديال الزيتون تيلوحوا من خلاله تيلوحوا طن ونص على المرجان بزاف. اذا كاين ضياع الماء تقريبا طن الزيتون تيلوحوا طن ونص ديال الماء، حيت الاصل طن ديال الزيتون تعطينا 400 يترو ديال المرجان. فين داك طونو 100 منين جابوها؟ من المياه الجوفيه اللي من خلالها تيغسلوا الزيتون وكذا. هذا الضياع خصها لابد نراقبوه. حنا تنشتغلوا باش تكونوا جمعيات ولا بدوا تنسقوا، وغادي نشوفوا كيف تكون الجمعيه تبداو يجمعوا بطريقه نقيه بالطبع وانه سميتو. ثانيا لابد غادي نحاول نخلو في دورات تكوينيه خاصه لاصحاب المعصرات، تنوجدوا ان شاء الله ملفات في هذا الاطار باش يبداو يحولوا عندهم داخل المعصره مزيان عن طريق اليات معينه، ويحاولوا اقل شيء غير يخفوه من الماء وينشفوه، ونحاولوا نعاونوهم باش يبداو يخرجوا. حتى هو هاد انتم لاحظتوا 100 درهم دابا في القاعده الزيتون الدار البيضاء، السيده شرات 100 درهم للكيلو تاع المرجان وبلا ليست داتونت، راه كانت تسنات باش انها توصلها النوبه. علاش؟ حيت كاين الطلب. الى دابا القاعد زيتو ولا تيجمعوه وتيفرقوه الجمعيات ولا تيجمعوه وتيفرقوه، وبدينا تنشوفوا الخبراء والتقنيين مثلا اللي بداو حتى هما بداو تيجمعوه ويخففوه ويستعملوه في الكوسميتيك ويستعملوه في الامراض الجلديه ويستعملوه مثلا حتى في الحروق والجروح، هنا غادي نفهموا على انه حقا عندنا ناس اذكياء، وليس فقط اذكياء في ناحيه باش انهم ينفعوا الناس حتى انهم يربحوا المال، لانه فيه مال كثير. انتم لاحظتوا 100 درهم من الكيلو المرجان، وشحال تيعمل الزيت؟ 25 30 درهم، ممكن كاع 50 درهم. هاد السنه طلع شويه ممكن يوصل 60 حيت كان قليل، ولكن المرجان تيعمل جوج ثلاثه المرات الثمن ديال الزيت، وهو تيمكننا جوج مرات الكميه، حيت الا الزيتون عطاتنا 20% في الزيت غتعطينا 40% في المرجان. وهكذا غادي نفهموا على انه هنا كاين جانب اساسي. ثانيا بالنسبه للحصى غادي تستعملوا جوج المواد، الاولى هو البصل والعسل كيف ذكرنا كل ثلاث ساعات، وثم تستعمل اترود الماء فيه المعدنوس، اترود الماء فيه المعدنوس 50 غرام ومعلقه ديال خل التفاح، تشربهم بيناتهم خمس مرات في اليوم. نورمالمون خمس اسابيع الحمد لله الكلاوي تبداو تيدوبوا، واخا تيتفرتتو تيدوبوا ان شاء الله تخلص منهم بدون مشاكل. فقط الا حسيتي بالالم داك الحجره تينزلوا في داك القناه باش تمشي للجهاز البولي، فلا بد انك تستعمل المعدنوس والخل، وان شاء الله تكون العمليه جيده جدا. وهكذا لاحظتي الطريقه كيف ممكن نعالجوا الفشل الكلوي من خلالها تنعالجوا الحصى في الكلى وانتفاخ الكلى والكيس. فقط الفرق هو في الفشل الكلوي ما تبغاش نعطيو السوائل بزاف. علاش؟ لان السوائل غتقلع الكلى والكلى ما مستعداش تفرغ. وكاين كاين كاين واحد الوصفه جميله تعتمد ديما تكون عندكم، هو المغلى الماء، مغلى النبك في الماء، هذا تيشتت الحصى. وكاين اساليب كثيره، هو هرس الحجار والخزامه. انا تنفضل هذه الاساليب اللي حنا خدمناها بدون اذى، حيت كاين الاخرين ممكن انه يجرحوا وهكذا ممكن نتفاداو الامور الجانبيه. الحجر استاذ شنو تيستعملوا الناس عطى نتائج. انا تنفضل نستعمل الامور اللي مالوفه بحال النبك تنخدموا به اكثر من هرس الحجار. كذلك كاين الاساليب الاخرى، هو عصير التفاح والبربه، تديروا خمسه تفاحات عصير حبه بربا وشويه المعدنوس، وتستعمل كذلك ثلاثه اربعه المرات في اليوم. الحمد لله هذه كلها اساليب في تفتيت الحصى. وهكذا ما يمكنناش نمشيو للعمليات اللي هي حربيه بحال الليزر او اللي ممكن ان تدمرنا خلايا من خلايا الكلى، ونعيش ان شاء الله في واحد المتعه من الحياه طبيعيا بدون اذى.